للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا المحامي رسول سعدة، وبعد قليل سيكون معنا باسم لباط الذي وقع ضحية الاحتيال خلال أزمة كورونا. البداية معك رسول، مساء الخير. مساء الخير مصطفى. يعني هناك مخاوف من تداعيات هذه الأزمة أن تكون سبب في خلق أزمة على هامشها، وهي الانزلاق للسوق السوداء. يعني نحن تحدثنا منذ 3 أسابيع على الأقل، لأنه التحدي الأكبر إلى جانب التحدي الصحي في مجتمعنا العربي هو الجانب الاقتصادي والاجتماعي، هذا كان واضح وجلي. على الأقل أنا كنت في تواصل أيضا مع الجهات المعنية في وزارة المالية وأيضا مع الشرطة قبل أكثر من أسبوع، تحدثنا فيه أنه عمليا هنالك استعدادات على أرض الواقع من قبل هؤلاء الذين عمليا يقرضون بالفائدة. وبدأنا في الأيام الأخيرة نرى ونلحظ أنه عمليا القروض في السوق السوداء بدأت بأرقام خيالية، يعني بعضهم يتحدث عن ارتفاع بنسبة 100% من حيث المبالغ التي نتحدث عنها، وأيضا الأدوات التي يعني كيف منقول تضمن الترجيع. أنا نتحدث اليوم على رهن عقارات، أراضي، بيوت، وبالتالي الوضع قد يكون سيء جدا. هذا الجانب، يعني مصطفى، الكورونا أو أزمة صحية يعني التقت في المجتمع العربي في ظل وجود يعني أو في ذروة عام 2019، كان ذروة الجريمة والعنف الذي شهده المجتمع العربي، وهذا مستمر يعني لا يختفي. يعني في الأمس فقط كان هنالك إطلاق رصاص كثيف في مدينة رأت في الجنوب في النقب، وأيضا نحن نعرف أن كان هنالك بعض حالات القتل في الأسابيع الأخيرة. فبالتالي يعني لازلنا ما بين مطرقة التهديد الصحي وما بين سندان الجريمة المنظمة في مجتمعنا، التي يعني للأسف الشديد قد تكون هذه فرصة لها أن تنهش في اقتصادنا أو في بيوتنا، بالذات في ظل عمليا تقليص أو عمليا عدم دعم وإتاحة للمجال من قبل البنوك. وبالذات وهنا النقطة مصطفى مهم جدا نوضح كمان للمشاهدين أن هنالك الكثير من الصناديق الدعم التي أقرت حكوميا في الشهر الأخير، ولا باعتقاد أنه يجب على مجتمعنا العربي بالذات على أصحاب المصالح الصغيرة والمتوسطة أن يتوجهوا إلى هذه الصناديق، أغلبها موجود ضمن صناديق وزارة المالية، وهنالك صناديق أخرى وهي تتعلق بالتأمين الوطني. سنتحدث عن كل المحاولات والواجب فعلها وعلى كل الجهات المسؤولة برأيك رسول لمنع هذه التداعيات، لكن اسمح لي أن أنتقل وإياك إلى باسم لباط الموجود معنا عبر الخط الهاتفي. باسم صاحب تجربة ربما مش مع السوق السوداء لكن مع منظومة أو منظمة احتيال أخرى تنشط حاليا خلال أزمة كورونا. مساء الخير باسم. مساء النور. يا أنا بهمنا تشارك المشاهدين جميعا بالتجربة اللي حصلت معك. مساء الخير لجميع المشاهدين. أنا واحد من الناس اللي توجهت لأخذ قرض عن طريق صفحة بالفيسبوك اللي هو أكثر من الصفحات اللي آخر أيام عمالها بتعطي قروض لحديت 100,000 شيكل. نعم. شو صب وضع اليوم اللي احنا موجودين فيه الكورونا، فأنا واحد من الناس اللي توجهت لهي الصفحات وقدمت، يعني قدمت لصفحة من الصفحات، وتاني يوم رجعوا لي بالتليفون قالوا لي احنا بنرجع لك بالنسبة للرسالة اللي تركت لنا اياها. فقلت لهم مزبوط انا حابب اخذ قرض لانه انا شوي بضع اليوم مش عم بشتغل، وحابب يكون انه شوي مساعدة من طرف معين انه البنك تبعي ما قبلش يعطيني، فوجهت لهي الشركة انه تجرب تعطيني القرض هذا المالي اللي هو مش عن طريق البنك. فللأسف الشديد بالأول أنا تعرف كيف أقول إنه إحنا بنشتغل عن طريق نأخذ نمرة هوية الأشخاص وبنبحث إنه إذا بيطلع لهم موافقة إنه بياخذوا قرض مالي عن طريق الشركة تاعتنا وعن طريق الشركة اللي إحنا بنشتغل فيها. يعني بالنهاية ما طلبوا منك أوراق مثلا من البنك تظهر معاشك التزامك في العمل يعني لضمان فرصة انك راح ترجع هذا القرض في حال كان حقيقي، كان في هذا الاجراء الرسمي على هذا الاساس الاشي كان انه طلبوا نمره هويه وطلبوا مني اوراق من البنك انه انا بشتغل انه كل شيء موجود بحسابي مضبوط انه فيش عندي ولا اي شغله عن طريق
محامية أو طريق أي جهة تانية اللي أنا عندي بالبنك مشاكل. فعلى هاي الأساس إحنا تقدمنا، وبعد تقريبا 10 دقائق ربع ساعة رجعوا لي التليفون وقالوا لي في عندك موافقة على مبلغ 100,000 شيكل اللي طلبته. فوقت أنا استغربت، حتى قلت لها أنا كنت مقدم على البنك قبل أسبوع وقالوا لي إنه فيش موافقة، فكيف أنتوا يعني خلال ربع ساعة جبتوا لي موافقة على مبلغ على الشكل؟ فالجواب تبعهم كان إنه إحنا بنشتغل مع أكثر من شركة وإحنا بناخذ من هاي الشركات المبلغ كله، وأنت بتدفع بس لإلنا دفعة شهرية وبنقسم الدفعة هاي لأكم من سنة، وبنقول لك شو الفوائد تاعتها، الفائدة اللي إحنا بناخذها، وإذا بدك تكمل إحنا بنبعث لك هلا الأوراق اللي أنت لازم تقرأها وتختمها. وعلى هذا الأساس إحنا يعني كملنا يعني باسم. يعني بالنهاية في ختام هذا الحديث ونقل هذه التجربة، مهم نقول أنك مش لحالك، أنتوا اليوم مجموعة عرب ويهود يعني اجتمعتوا وجمعتكم هالأزمة، الكل تعرض لها الاحتيال. صحيح، احنا مجموعة اللي أنا فتحتها بالواتساب مجموعة تقريبا فيها بين 20-25 شخص غير الناس اللي عم تتوجهني اليوم وبارح يتوجهوا لي كمان أشخاص جدد من المجتمع العربي من المجتمع اليهودي، ومش بس من منطقة معينة، اللي كله من كل المناطق يعني بالدولة. وطبعا احنا عبارة عن مجموعة لانه احنا نشوف كيف نقدر نتقدم، انه احنا قدمنا شكوات بالبوليس وفي شكوات مقدمة، بس نشوف انه سؤال كيف ممكن يتم يتقدم الوضع ويتطور. شكرا لك باسم، يعطيك العافية. إذا سهيل يعني رسول نتابع معك في هذا الملف، يعني سمعت التجربة، هي كأنه منظمة عم تشتغل أو شركة عم تشتغل على الإنترنت تتواصل مع الناس، بتعطيهم قروض بتسهيلات كبيرة مختلفة عن البنوك مقابل تحويلة بنكية كأنه دفعة مقدمة عن هذا القرض، وكثير من الناس وقعوا في كل هذا الفخ. يعني مع الأسف الشديد طبعا هذه الظاهرة يعني بدأنا نراها، احنا نراها على مدار السنة، ولكن نراها في ايضا في الازمات، بالذات في الازمات الاقتصادية هي ظاهرة مشابهة تكون مثلا في فترة الاعياد من كل سنة. هذا نداء انه على الاقل الناس تكون حذرة. وانا بدي احدث كمان شغلة، عمليا اليوم في ظل الواقع الاقتصادي اللي بيعيشه العالم كلياته، انا لا اعتقد انه هنالك شركات قانونية تتعامل في المجال المالي او المصارف المالية يمكنها تقديم يعني او توعد بقروض في مبالغ معينه. نعم. يعني هذا تقريبا منافي ومناقض للحركه الاقتصاديه في العالم. هذا الشق الاول. انا اليوم مثلا رايت بعض التقارير الصحفيه من جهات غير مؤكده تتحدث على انه العالم سوف ينتقل من منظومه المصارف التقليديه الى منظومه مصارف عمليا البلاك تشين او ما يسمى بيتكوين واخرين. هذا ايضا يعني حديث غير موثق وغير مؤكد من قبل جهات نحن لا نعلم من هي، فبالتالي هذا يجب ان يكون هنالك حذر شديد بهذه التوجهات. الاقتصاد لا يتغير بهذه السرعه، هذا يجب على الجميع فهمه. هذا على الصعيد الاول. الصعيد الاخر هو عمليا هذه الاشخاص، وانا يعني اسف جدا على تجربه الاخ باسم، ولكن اخرين ايضا وقعوا في هذا الفخ، واعتقد ان مجتمعنا يجب ان يكون واعي لهذه الحالات من النصب والاحتيال. رسول اسمح لي يعني حتى لا يداهمنا الوقت في دقيقة واحدة، يعني هناك تتوزع المسؤولية، عم نحكي هون عن دور للسلطات المحلية، أيضا دور للرفاه الاجتماعي في متابعة احتياجات الناس بالذات في هذه الأزمة. يعني مصطفى دعني أقول التالي، يجب علينا جميعا أن نفهم أن نمر في أزمة صحية وأيضا اجتماعية، فبالتالي يجب أن ننظر إلى الاكتفاء في الفترة القريبة في القليل، وألا يعني نذهب في اتجاه التبذير المفرط، وبالتالي لسنا بحاجة إلى هذه القروض. هذا الشق الأول. ولكن النقطة الأهم في هذه الحالة، وكما قلت يعني سابقا، هنالك اليوم عمليا بعض التسهيلات أيضا على القروض البنكية أو ما يعرف بالقروض مضمونة من قبل الدولة بعرفوتم دينا باللغة العبرية، فبالتالي وهي أيضا تقدم عبر المصارف. يعني عمليا هنالك جهات حكومية رسمية اليوم، إما وزارة المالية أو معروف أو المصارف البنكية، البنوك التقليدية التي نعرفها هي من تقدم المساعدة في مجال القروض. ورجاء لأنه بالآخر كل مجال السوق السوداء وقروض السوق السوداء، بالرغم من أنه عمليا هنالك أشخاص بالذات أصحاب المصالح الذين يمكن أن يكون هذا إنقاذهم الوحيد في الفترة القريبة جدا، فهي قصيرة المدى، ولكن على
المستوى يعني المتوسط وبعيد المدى هذا سيعود علينا بالكارثة أيضا على هؤلاء الأشخاص، ولكن أيضا على باقي المجتمع حين يكون الرد هو بإطلاق النار والسلاح والقتل لا سمح الله. فبالتالي يجب علينا أن نكون حذرين، خاصة أننا مقبلون على مرحلة يعني من عدم الوضوح في كل ما يتعلق في المنظومة الاقتصادية العالمية، وبالتالي أيضا أنه حدا يوعد نفسه أنه رح يقدر يسدد أي قرض هو بغضه بهذه المرحلة بالذات بفائدة تصل إلى 35% و40%، هذا شبه جنون باعتقادي وبنظري. للأسف الشديد المؤسسات الحكومية وعلى رأسها الشرطة الآن هي مشغولة بالتعامل مع أزمة الكورونا، وهي أزمة صحية، وهي غافلة أو لا تعمل بالشكل الكافي بما يتعلق في قضايا الجريمة والعنف الأخرى، وبالتالي لا يمكن الاعتماد اليوم على هذا المجال. وربما أكثر ما يعني أكثر الدروس المستفادة من أزمة الكورونا أن نعود لنكون مجتمع متكافل ومتحد ومتواصل، وأن نكون عمليا واحد من أجل الآخر، وبالتالي يمكن أن نمر هذه الأزمة رسول. كما نمر حتى الآن بالالتزام بالمجال الصحي أيضا اقتصاديا. أشكرك جزيل الشكر المحامي رسول سعدة، يعطيك العافية.